السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. رئيس الموريتاني يتوجه إلى باماكو للمشاركة في قمة مجموعة دول الساحل التي تنطلق أعمالها يوم الأحد. باماكو تستعد لاحتضان قمة جديدة لدول الساحل يشارك فيها الرئيس الفرنسي، وتبحث آلية نشر قوة إفريقية مشتركة. بدء التحقيق في أسباب تعثر مشروع الحسيمة منارة المتوسط بالمملكة المغربية على وقع استمرار احتجاج الحسيمة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. توجه الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز إلى العاصمة المالية باماكو للمشاركة في قمة مجموعة دول الساحل المرتقب انعقادها يوم الأحد، ويرافق الرئيس وفد يضم وزير الدفاع جالو مامادو باتشا والقائد العام لأركان الجيوش الفريق محمد الشيخ محمد أحمد، إضافة إلى السفير الموريتاني بمالي ومدير ديوان الرئيس وبعض المستشارين والمكلفين بمهامه لدى الرئاسة. تستعد العاصمة المالية باماكو لاحتضان قمة لمجموعة دول الساحل لبحث ملفات من أبرزها آلية نشر قوة إفريقية مشتركة، بعدما تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الأمن الدولي. ويشارك في القمة المرتقبة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون المساند الأبرز لنشر القوة الإفريقية لمواجهة الإرهاب والجريمة. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. قادة بلدان دول الساحل يستعدون لعقد قمة الأحد في العاصمة المالية باماكو. أبرز ملفاتها بحث آلية نشر قوة إفريقية مشتركة على الحدود بين دول الساحل لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات. قمة تأتي بعد تصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار نشر القوة التي كانت تعارض نشرها الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعم القوة المشتركة ب50 مليون دولار. وتأتي قمة باماكو بعد أقل من أسبوعين على تعرض منتجع كانغابا السياحي الواقع بالقرب من العاصمة المالية لهجوم مسلح خلف عددا من القتلى، وقد تبنته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي يقودها زعيم حركة أنصار الدين إياد غالي. وفي شمال ووسط البلاد تسجل بشكل شبه يومي هجمات ضد القوات المالية والفرنسية والأممية، تماما كما هو حال المراكز ونقاط التفتيش الحدودية بين عدد من بلدان الساحل. وستعرف قمة مجموعة دول الساحل الاستثنائية حضور الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، الذي سيشكل حضوره تأكيدا لجهود فرنسا في دعم القوة المشتركة لمحاربة الإرهاب وفق بيان صادر عن الإليزي. وماكرون بهذا الحضور يكون قد حافظ على السير وفق خطوات سالف فرانسوا أولمب في إعلانه دعم دول الساحل في مواجهة الإرهاب وبقاء القوات الفرنسية بمالي إلى أن تتجاوز تحديات الإرهابية. وينضاف إلى تحديات الوسائل والإمكانيات التي تواجه نشر قوة إفريقية مشتركة على الحدود بين دول الساحل تلويح الرئيس تشادي إدريس ديبي العضو المؤسس لمجموعة دول الساحل بسحب قوات بلاده من مالي والنيجر ونيجيريا والكاميرون إذا لم يتم تقديم دعم مالي يسمح لها بالمواصلة، وهو ما يعني صعوبة مشاركته في القوة المشتركة المرتقبة. ومعنا في الاستوديو سيدي والعبد الملك كاتب وباحث في الشؤون الإفريقية، أهلا وسهلا. إذن قمة لمجموعة دول الساحل بباماكو ونشر قوة إفريقية مشتركة، أبرز هذه الملفات برأيك، ما التحديات الماثلة أمام هذه القوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن التحدي المتعلق ببسط الأمن سيكون أكبر تحدي أمام هذه القوة الجديدة، باعتبار أنه قبل هذه القوة كان هناك حوالي 14 ألف هندي تابع للأمم المتحدة،
3500 جندي فرنسي، كل هؤلاء فشلوا في تحقيق الأمن في الشريط الساحلي والصحراوي الذي تعتبر أرضية مالي حالا، هي المركز الرئيسي للعمليات التي تتم عليه. رأينا على مدار الأشهر الأخيرة تناسل في الحركات الجهادية، هناك ميلاد تنظيمات جديدة، هناك حتى اتساع لرقعة هذه العمليات، كانت في السابق مختزلة في الشمال المالي، الآن أصبحت الضربات تتم في وسط مالي وفي الجنوب المالي، واتسعت دائرتها إلى دول أخرى من دول المنطقة. هذا كله يؤشر إلى أن الأمن في المنطقة لا زال يشكل التحدي الماثل أمام أي قوة عسكرية تريد أن تتدخل في مالي. طيب هذه القوة المشتركة يعني هي قوة يراد لها أن تنشر على الحدود ويعني تواجه الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة وغير ذلك، يعني إلى أي حد، يعني ما التحديات الماثلة أمامها يعني قبل أن تكون هي قوة موجودة، أليست هناك تحديات؟ صحيح، هي هذه القوة مهمتها تنحصر في جانبين، أولا الشق العسكري، معناها مهمة قتالية عسكرية لهذه القوة، معناها الجيوش ستقوم بعمليات قتالية، العناصر الشرطية ستقوم أيضا بعمليات تعقب ما يسمى بالعصابات تهريب الممنوعات في هذه المنطقة. لكن التحدي الكبير المطروح حالا أمام هذه القوة هو المورد المالي لتمويل هذه القوة، لأن التكلفة العادية لهذه القوة تصل حوالي 400 مليون يورو. الاتحاد الأوروبي وحده هو الذي أعلن لحد الساعة أنه سيخصص 50 مليون يورو لتغطية مصاريف هذه القوة، مما يعني أن حوالي 85% من الموارد المالية المطلوبة لتغطية هذه القوة ليست متوفرة لحد الساعة. زد إلى ذلك أن رئيس تشادي الذي يعتبر الحليف الرئيسي لفرنسا في حربها على الإرهاب في المنطقة، والذي قام جيشه بالتدخل في أكثر من جبهة في مالي وفي شريط حوض منطقة بحيرة تشاد لتعقب بوكو حرام، هذا الرجل عبر قبل أيام عن تذمره من ما يعتبره خذلان لحلفائهم، حيث أنهم لم يقدموا له لا الدعم اللوجستي ولا المالي لتأمين العمليات التي يقوم بها الجيش التشادي خارج حدوده لتعقب هذه الجماعات، وقال صراحة أنه أنفق من خزينة تشاد حوالي 450 مليون دولار، وبالتالي هو أعلن أنه متردد للمشاركة في هذه القوة الجديدة إذا لم يضع الشركاء أيديهم في جيوبهم من أجل تغطية مصاريف هذه القوة. بالتالي الشق المالي يعتبر بشكل رئيسي من أكبر التحديات الماثلة أمام هذه القوة. وإدريس ديبي هدد حتى يعني سحب القوات التشادية من البلدان التي توجد فيها مالي، النيجر، نيجيريا وأيضا الكاميرون. هنا التحدي المالي إلى أي حد بإمكان هذه البلدان أن تتجاوزه؟ فرنسا الداعم الأبرز يبدو أنها لا تريد أن تشارك ماليا بقدر ما تريد مساعدة من جوانب أخرى، من أين ستستقي هذه البلدان التمويل؟ شوف، هو فلسفة نشر قوة إفريقية إقليمية هو أن تكون بديلا عن قوة برخان الفرنسية، ولماذا؟ لأن فرنسا لا تريد الاستمرار في الإنفاق العسكري على الجيش الفرنسي خارج حدودها، بالتالي بالفعل فرنسا ليست مستعدة أن تدفع لهذه القوات، وأشارت إلى أنها ستحاول إقناع الدول الأوروبية الأخرى التي تتقاطع معها نفس الرؤية بخصوص الساحل كألمانيا وبلجيكا، لكن لحد الساعة ليست هناك مؤشرات قوية على أن هذا الدعم سيتم الحصول عليه بالمنظور القريب، خاصة أن مجموعة الساحل لوحدها منذ فترة اصلا تقدمت بمطالب لشركائها في التنميه وشركائها في الحرب على الارهاب. هذه المطالب تتعلق اساسا بتغطيه مشاريعها التنمويه والامنيه للمنطقه، والتي بلغ الحجم المطلوب انذاك 1 مليار 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 يورو، ولحد الساعه لم تحصل هذه البلدان على يعني شيء ذو قيمه. اعتقد ان البنك الدولي في مره سابقه تعهد بدفع مليون مليون يورو، والآن هذا الدعم الأوروبي وإن كان خاص بإجراء محدد وهو ما يتعلق بنشر القوة العسكرية الإقليمية.
يعني أيضا القوة الكبرى، هناك اعتراض من الولايات المتحدة الأمريكية في البدء، ومن ثم يعني وافقت على نشر هذه القوة، لكن يبدو أنها لا تريد الاندفاع ولا تريد أن تمول هذه القوة. ليس يعني ألا يشكل ذلك تهديدا أمامها وأمام نشرها، وربما تولد ميتة؟ هو الولايات المتحدة الأمريكية اعتراضها لم يكن أصلا على نشر القوة، وإنما كان على الإنفاق على القوة. الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن هذه الدول ينبغي أن تأخذ بزمام المبادرة وتدفع من ميزانياتها من أجل تمويل هذه الجيوش. وهي أيضا كانت تعترض على القرار الأممي القاضي بنشر هذه القوة حتى لا يعطيها يعني مستوى من التزكية يسمح لها بالاستفادة من ميزانية الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلام. هذا هو وجه الاعتراض الأمريكي، لأن أمريكا الآن فلسفتها تقوم على أيضا تقليص الإنفاق في المجال العسكري. هي الآن تطالب بتقليص الميزانية المتعلقة بحفظ السلام على مستوى الأمم المتحدة من 8 مليار إلى 7 مليار. بالتالي هي من حيث المبدأ معترضة على مبدأ تمويل هذه القوة، لأنها ترى أن هناك قوة أخرى مماثلة تأسست في بعض دول وسط إفريقيا، وهي القوة الإفريقية المشتركة لتعقب بوكو حرام، والتي تشارك فيها 5 دول، هي الكاميرون ونيجيريا والنيجر بالإضافة إلى بنين وتشاد. هذه القوة يعني عندما تم إنشاؤها لم يكن إنشاؤها يعني بقرار أممي. هذا هو كان وجه الاعتراض الأمريكي. صحيح أن أمريكا لن, 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 لن تنفق على هذه القوة، وصحيح أيضا أن الأوروبيين لديهم بعض المشاكل الداخلية المعقدة. والأخطر في نشر هذه القوة هو أن تدفع هذه البلدان إلى القيام بحرب بالوكالة، وبعدين تجد نفسها في ضائقة مالية وتواجه مشاكل وتعقيدات أخرى. طيب يعني حضور إيمانويل ماكرون لهذه القمة بعد يعني دفاعه المستميت عن نشرها وهو أبرز مساند لها، ماذا يعني أن يحضر قمة مجموعة دول الساحل في باماكو؟ هو فرنسا يعني دولة ذات ماضي سيادي، ولا زالت بعض شواهد هذا الإرث الاستعماري يعني تحكم العلاقات البينية بين فرنسا وإفريقيا. أعتقد أن القائد السابق لقوة برخان صرح على تمرة أن فرنسا تعتبر نفسها الوصية على مجموعة جي 5 اللي هي مجموعة الخمسة، وأنها تعتبر الأخ الأكبر لهذه المجموعة. هذه هي الفلسفة اللي تحكم منطق العلاقة بين فرنسا ومجموعة الساحل. لكن أيضا من مصلحة فرنسا هو أن تولد مستوى من 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 الاهتمام والاندفاع لهذه الدول حتى تكون بديلا عنها في هذه المنطقة، لأن كل الرسائل وكل المؤشرات الآن تشير إلى أن الإصرار الفرنسي على نشر هذه القوة هو من أجل أن تحزم الجيوش الفرنسية أمتعتها بعد أن تغرس أقدام هذه الجيوش في الواحة المالي. إذن سيدي العبد المالك، كاتب وباحث في الشؤون الإفريقية، شكرا جزيلا لك. وفي الشأن المالي، خرج الآلاف في مسيرة بالعاصمة باماكو مناهضة للتعديل الدستوري المرتقب تنظيم استفتاء حوله. شارك في المسيرة بعض قادة المعارضة من بينهم وزراء ورؤساء حكومة سابقون. ورفع المشاركون في المسيرة التي تأتي قبيل انعقاد قمة مجموعة دول الساحل شعارات تدعو لإلغاء التعديل الدستوري الذي كان مرتقبا الاستفتاء حوله في 9 من شهر يوليو الجاري، قبل أن تعلن الحكومة تأجيله ولم تحدد بعد تاريخا لإجرائه. لشأن منفصل، حيث أعلن في العاصمة نواكشوط عن الانطلاقة الرسمية لنشاطات الحركة الشبابية لموريتانيا المستقبل. وعبرت الحركة عن سعيها إلى تمكين الشباب وإشراكهم في الحياة النشطة، مذمنة ما قالت إنها إنجازات تحققت للشباب في ظل النظام الحالي. لقد استصدر اهتمام بالشباب ودعوته للمشاركة في بناء الوطن اهتمامات رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، حيث دعاه في أكثر مناسبة إلى المشاركة في كل الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وانطلاقا من هذه الرؤى الثاقبة، قررنا نحن مجموعة الشباب المنضوين تحت شعار الحركة الشبابية لموريتانيا المستقبل، المجتمعين يوم السبت 3 يوليو 2017
بفندق طفيلان واكشوط بعد دراسة متأنية للمشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في بلدنا الغالي، وأخذا بالحسبان التحولات الكبرى في سياق بناء الدولة القانون والمؤسسات في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، استعرضنا الخيارات المطروحة سبيلا لوضع لبنة تؤسس لانطلاقة جديدة في الحياة العمومية الموريتانية ترتكز على سواعد شباب الوطن دون أن تغفل تسليط الضوء على مستقبل هذا البلد الذي يأتمننا على تاريخه، واستشعارا منا بتحمل المسؤولية الوطنية وضرورة مساهمة الشباب فاعلة في بناء دولة قادرة على البقاء في مناخ إقليمي ودولي يعرف العديد من التقلبات الجيوسياسية، نعلن توجهاتنا فيما يلي: تأكيدنا على أهمية ترسيخ قيم الجمهورية وإرساء دولة القانون والاستفادة من مناخ الديمقراطية. بدأت في المملكة المغربية أولى جلسات التحقيق في أسباب تعثر مشروع الحسيمة منارة المتوسط الموقع عام 2015 بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الحكومة آنذاك عبد الإله بن كيران. وقد عبر الملك عن انزعاجه من تأخر تنفيذ المشروع وأعلن عن تشكيل لجنة للبحث والتقصي في ملابسات عدم تنفيذه. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. تنطلق فاتح يوليو بالمملكة المغربية أولى جلسات التحقيق في أسباب تعثر مشروع الحسيمة منارة المتوسط الذي تم توقيعه 2015 بحضور الملك محمد السادس وعدد من وزراء الحكومة السابقة بقيادة عبد الإله بن كيران. وكان الملك محمد السادس خلال أول مجلس وزاري في عهد حكومة سعد الدين العثماني قد عبر عن غضبه وانزعاجه من تأخر تنفيذ المشروع المذكور قبل أن يعلن عن مجموعة من التدابير أهمها تشكيل لجنة من أجل البحث والتقصي في ظروف وملابسات بقاء المشروع حبرا على ورق منذ توقيعه، بالإضافة إلى إصداره قرارا بعدم الترخيص للوزراء المعينين في المشروع للاستفادة من العطلة الصيفية. ويتعلق الأمر بوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ووزير التربية الوطنية محمد حصاد ووزير الأوقاف أحمد التوفيق ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز خنوش ووزير السياحة محمد ساجد الذي عوض الأحسن حداد في الحكومة السابقة وعبد القادر عمار الذي عوض عزيز رباح في وزارة التجهيز والنقل ورشيد طالب العلمي الذي عوض الأحسن السكوري في وزارة الشباب والرياضة. وأول المسؤولين الذين سيمثلون السبت أمام اللجنة التي كلفها الملك محمد السادس بالتحقيق في هذا الملف رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري الذي كان قد أعلن في تدوينة له أنه سيمثل شخصيا أمام الهيئة للاستجواب. ويثير حراك الحسيمة الكثير من الرواكد في السياسة المغربية فيما يتعلق بأداء الحكومة والأجهزة الأمنية والمؤسسة الملكية التي تتخذ من توقف مشروع منارة المتوسط برهانا على عدم الإهمال من جهتها على الأقل، فيما يتواصل النقاش في النخب المغربية حول الأحداث الجارية وما تثيره من أسئلة بالنسبة للعديد من المحاور الهادئة والقابلة للاشتعال في أكثر من مدينة وجهة في سياق تزداد فيه جراءة الحالة الشعبية على نقد المقدسات التي من ضمنها الملك في تطور لافت طارئ على الذهنية العامة للمغاربة. إلى الشأن الليبي، حيث وصف مجلس الأمن الدولي الوضع في ليبيا بأنه لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، داعيا حكومة الوفاق الوطني إلى ممارسة الرقابة على الأسلحة وتخزينها بطريقة آمنة. ودعا مجلس الأمن حكومة الوفاق الليبية إلى العمل على تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى البلاد بموجب القرار الصادر عنه عام 2011. تفاصيل أوفى نتابعها في سياق التقرير التالي. أصدر مجلس الأمن قرارا بمواصلة حظر التسليح على ليبيا، لافتا إلى أن الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وشدد القرار على أهمية أن تمارس حكومة الوفاق الوطني الرقابة على الأسلحة وتخزينها بشكل آمن وصد الإرهاب من خلال قوات أمن وطنية موحدة ومعززة تحت السلطة الحصرية لحكومة الوفاق.
في إطار الاتفاق السياسي الليبي، ولفت إلى ضرورة أن تعمل حكومة الوفاق الوطني على تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى البلاد بموجب القرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن سنة 2011. ويشكل القرار خيبة أمل لكل الأطراف المتصارعة في ليبيا التي تطالب الأمم المتحدة برفع حظر التسليح المفروض على ليبيا حتى يتسنى لها محاربة الإرهاب. ويعترف المجتمع الدولي بحكومة الوفاق والقوات المنبثقة عنها، إلا أن موقفه من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر ما زال غامضا، ويستمد الجيش الليبي شرعيته من مجلس النواب المنتخب سنة 2014 والمعترف به دوليا. وقد نجح طيلة السنوات الماضية في دحر الجماعات الإسلامية المتطرفة، ما دفع عدة دول كانت إلى وقت قريب تعتبر ما يحدث في بنغازي حربا أهلية إلى الاعتراف بدوره في القضاء على الإرهاب. وطالبت حكومة الثني المنبثقة عن مجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات في أكثر من مناسبة بضرورة رفع حظر التسليح المفروض على ليبيا. وتطالب مصر الجارة الشرقية لليبيا الأمم المتحدة بضرورة رفع حظر التسليح عن قوات الجيش الليبي حتى تتسنى لها محاربة الجماعات الإرهابية وإنهاء حالة الفوضى والانفلات الأمني الذي تعانيه ليبيا وأضر بأمن مصر. وتقول القاهرة إن عناصر من الجماعات المتطرفة التي تتلقى تدريبا في ليبيا تحاول بين الحين والآخر التسلل إلى الأراضي المصرية بهدف تنفيذ عمليات إرهابية، كان آخرها الهجوم على حافلة في محافظة المنيا في صعيد مصر وقتل حوالي 30 مواطنا مصريا. وتتهم مصر والسلطات في شرق ليبيا قطر بدعم وإمداد الجماعات المتطرفة في ليبيا كأنصار الشريعة ومجالس شورى الثوار بالسلاح، مما أدى إلى عسكرة الأزمة وانزلاق ليبيا إلى فوضى شاملة. ووافق حلف شمال الأطلس الأسبوع الماضي على دعم الجيش الليبي والمؤسسة الأمنية، بينما ما زالت قوات الجيش مقسمة بين الشرق والغرب والجنوب. ووقع الفرقاء الليبيون في ديسمبر 2015 اتفاقا سياسيا في مدينة صخيرات المغربية برعاية أممية، لكن الاتفاق لم ينجح في إنهاء حالة الانقسام لتتحول فيما بعد حكومة الوفاق إلى طرف شديد في الأزمة. وتراوح الأزمة السياسية مكانها منذ حوالي سنة، ولم ينجح اللقاء الذي جمع حفتر والسراج مطلع مايو الماضي في العاصمة الإماراتية أبوظبي في حلحلة الجمود السياسي. وبدأ المجلس الرئاسي الأسابيع الماضية ما أسماه بإعادة تنظيم الجيش دون مشاركة قوات الجيش في المنطقة الشرقية، وما يعكس تواصل الخلافات بين الطرفين. ويطالب مؤيد الجيش بقيادة حفتر بضرورة إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي وتقليص أعضاء المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين، وتنص المادة الثامنة على تحول المناصب السيادية والعسكرية إلى سلطة المجلس الرئاسي بمجرد توقيع اتفاق الصخيرات، بما في ذلك منصب القائد العام للجيش الذي يتولاه حاليا حفتر. ونختم بهذا الخبر، حيث علق عشرات المسافرين من المواطنين الموريتانيين بمطار قرطاج الدولي بعدما أخبرتهم الشركة الموريتانية للطيران بعدم وجود مكان لهم في الطائرة لينتظروا يوما كاملا. وتظهر صور التقطت عبر الهاتف لتظهر هؤلاء المسافرين وهم يفترشون أرضية المطار في انتظار قدوم طائرة تقلهم إلى العاصمة نواكشوط. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. الرئيس الموريتاني يتوجه إلى باماكو للمشاركة في قمة مجموعة دول الساحل التي تنطلق أعمالها يوم الأحد. باماكو تستعد لاحتضان قمة جديدة لدول الساحل يشارك فيها الرئيس الفرنسي، وتبحث آلية نشر قوة إفريقية مشتركة. بدء التحقيق في أسباب تعثر مشروع الحسيمة منارة المتوسط بالمملكة المغربية على وقع استمرار احتجاج الحسيمة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.